مرحبا. المهم حكيت لكم بالمرة الأولى على هذا الشخص النبيل الطيب اللي وقف جنبنا. اليوم كمان بدي أحكي لكم على حدا واحد من أشخاص كلهم كانوا مهمين، إلا أنه هذا الشخص كان من المقربين. أولاده كنا أصحاب نحن معهم، وهو كان كثير صحبي مع بابا، ومرته صحبي كثير مع أمي. اهتم فينا كتير، زياراته كترت بشكل غريب، صار يهتم يعني بمظهره بشكل ملفت، ما كنت يعني فاهمة ليش. وأنا كنت بهداك الوقت أخذت دور بابا، يعني كنت أنا بدي أحمي أمي وبخاف عليها، كانت صبية وصغيرة وما زالت يعني من أحلى الصبايا. غار عليها كتير، ممنوع حدا يتطلع، ممنوع حدا يقول لها كلمة إلى آخره، إلا أنه بيوم حبي يجمعنا، وطبعا هو اهتم أنه يوجه لي الحديث لألي. قال لي إنه الحياة بدها تكمل. إيه قلت له، قال لي وأنا كتير معجب بوالدتك ومن زمان، مع إنه بابا مو من زمان متوفي، كان يعني يمكن له أشهر. كتير كتير انصدمت، ضليت يمكن له أكتر من ربع ساعة شو ما مستوعبة لسه، يعني ما مرينا بتجارب وخيانة وإلى آخره، وأشخاص من هالنوع لسه ما مرقوا كانوا بالحياة. ذهلت طبعا يعني فوق ما تتخيلوا، وتصرفت معه تصرف همجي وترجيته، يعني بس مو بالترجي، بطريقة تانية ترجيته أنه ما بقى يجي يزورنا إطلاقا. وأمي كانت كمان ردت فعلها ذات ردت فعلي، لأنها هي انصدمت بسكوت، يعني كانت خايفة علينا، بتخاف من ردود أفعالنا، وبتعرف أنه أنا كان عندي هيك حالة ثورة كالعادة، كان عندي حالة ثورة غريبة بهداك الوقت، وحاسة أنه بدي يكون كتير كتير قوية لحتى أحمي هالعيلة بحكم أني أكبر أخواتي. قديش كان فرق كبير بين الشخص الأول اللي كان يدوب بيعرف بابا، وبين الشخص الثاني اللي ادعى أنه هو معجب من زمان وأنه بده يتجوز أمي، مع أنه متجوز وعنده أولاد. مع الوقت سمعت كتير عن هالقصص، ما قدرت حسها أنه هي قصص عادية أو طبيعية، كتير إلها علاقة بالخيانة، كتير كتير، يمكن حتى أكتر من خيانة الناس الأحياء. بعتبر أنه الشخص اللي ميت في إله هيك، بصير في إله يعني في حرمانية من التعامل معه، مع عائلته، مع أي شيء بمسه، أكتر بكتير من اللي عايش. بالتأكيد يمكن هذا اللي خلى أبو أيمن، هذا الشخص اللي حكيت لكم عنه المرة الماضية، خلى شخص كتير مهم بحياتي، كل الوقت بتذكره، كل الوقت بقرأ له وبترحم عليه، وبعتبره هو من واحد من أفضل الأشخاص اللي مرقوا بحياتي. أما الثاني بعتبره هو واحد من يمكن مو أكتر من 10 ناس الخونة اللي يعني ما عندهم مبادئ، ما عندهم أخلاقيات، كيف ما حدا بيعرف إمتى الامتحان اللي بنمرق فيه ومتحين الأشخاص اللي حوالينا. إن شاء الله يكون دائما كل اللي حوالينا طيبين ومنضعف وراقيين ومهذبين وأوفياء. طعميكم بلكي بغزلكم الذاكرة. Oh!
كيف طالعني؟ هي بتفكر بالمقلوب، يعني بتفكر بالجملة اللي بتغنيها بالمقلوب، يعني ما بتتوقعها. ودخلت موال يمني مع سبانش. يعني كنت فاكرة اني انا مكتشفة مثلا الليليات هاي، بس اجت الاخت دمرتهم لليليات. العين ما تعلى عن الحاجب. لا يعني يا ام خالد مرات ماشي الله يحفظ خالد. كانت بتقول ماشي. لا بدي اقول انه ما بحب ام خالد، بس ماشي الله يحفظهم كلهم حبايب. امين. اي والله حبايبي الله يحفظهم. طيب انت مرور قد ايه صار لك؟ قلتي لي مبلشه صار لك 25 سنه بتغني. وبي 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 تسمعيني وانت صغيره. اي صار لي زمان تقريبا. بس عملتي البوم؟ ابتديتي بالبوم ولا غنيتي سنجل؟ لا انا اول ما بديت كنت موهبه صغيره في ايام مهرجان دبي للتسوق ومسابقات ودنيا. انا غلطانه هي شو؟ هاي كانت في البوم من البوماتي، اغنيه مصريه الوحيده اللي عملتها، لانه يمكن الالبوم ما انخدم كثير فالاغنيه يعني ضاعت في الزحمه، عرفتي؟ كانت كلمات مصطفى مرسي والحان مصطفى محفوظ. يعني ما قال على ان خدمت ولا ما انخدمت، مرات في اغاني. لا هو لان الالبوم كله، هي كانت اغنيه وحيده مصريه بالبوم خليجي كامل. والله. بس ان شاء الله انا ناويه مستقبلا يمكن اعمل شيء سنجل، يعني انه يتصور ويخدم بشكل. طب غني لنا شيء مصري غير انا غلطانه. شو بتحبي المصري؟ لمين بتحبي تغني انت بالعاده؟ ورده كثير بحبها الله يرحمها. في بنحب ذكرى. اي ذكرى. يعني شو ذكرى؟ لا بس ورده اي ثينك بحب اكذب عليك لو قلت بحبك، يعني شيء في لذكرى دخيل الله. في طب دخيل الله وبعد الله دخيلك خان فينا. يلا يا بيبي. وانا ما ادري ايش حاطه للموال. تراني قولي الموال. في احد جاء دخيل. يلا الله 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 يرحمه. بس مو حاطه لنا وايد ترى. وبي 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 مفتوح الباب يا شباب. اهلين وسهلين. اهلين فيك. هاي يا حلو. هاي يا قلبي. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. كيفك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. شو الزمان؟ شو شعرات الحلوين؟ شو زقيت الحلو؟ شو وجه الاسمر الحلو؟ تعالي تعالي يا قمر. انت الله طالع طقم مع المكان. الله كيف حالك؟ الله يسلمك. الله وبعد الله دخيلك ترد الانتخاب هزمني الشوق واجبرني اجيلك فتالي اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك انا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك ايوه انا اكذب Yeah.
كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي يا بارك يا حليوة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو فؤاد اسم يمني؟ يا فؤاد انا فكر اسم انه اسم سوري. عربي فؤاد والله. في السعوديه في اليمن بسوريا يعني الخليجيين بيسموا يعني بالخليج انا ما شفت فؤاد خليل. في كثير عندنا بالسعوديه باليمن بس اهم حاجه في الموضوع انكم عارفين ايش معنى فؤاد. والله انت قلنا شو معنى يعني القلب المكان اللي ينضخ فيه الدم لجميع اجزاء الجسم. هاي دريتها في المعجم يعني قبل ما تيجي فؤاد الله يخليه بابا طبعا بابا اللي سماه لا بس تصور انه هو من الاسماء الحلوه بس عمري ما فكرت انه بمعنى لا والله يا اي من الاسماء الحلوه القلب 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 ايه الله الله لك عيني قلب جات لي فؤادي يا فؤادي اوكي الصوره هذا الحبيب الاول يا جماعه في مقام يعني اتوقع انه اسمه مقام الجن جن فؤادي اعرفه انا ما اعرفه يعني يبغي لي 50 سنه اغني ففؤاد استاذ لا والله صعب ما ادري وين ركوزه وما ادري شو اساسه شو ايه المقام القني المقام القني القني لا هي الاغنيه صنعانية طبعا الغناء الصنعاني مشهور بالارتم الايقاعيه البطيئه ايوه صح فهو بطيء ف وطبعا مشهور انا في دالك ايوه فممكن ممكن ممكن اغني صنعاني واعمل لكم ما زي المندي مع مع لا شوفي مندي خلطه هالموضوع وتونا ماكلين بعد ايوه مندي وفحسه يعني لا انا الفحسه ما اعرف انا اعرف لازم توضح ايش يعني فحسه شيء الفحسه طبعا لازم توضح ايش يعني الفحسه بقى شو هي لحمه 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 مفرومه مع المرق ايوه والحلبه حلبه ايوه وايش كمان قاعده تسوي لك امتحانه وانا ايوه ايوه لا 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 هي فاهم اصلا تمام هو اصلا تخصصكم النساء الطبخ يعني نعم ابا نعم نعم ايوه 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 البنات لا تتكلم تتكلمون عيني يمني طيب ايش رايكم ناخذ بيات الصوت لحسين ما بيطبخ حسين الجسمي حسين بيطبخ اصلا دمرنا بالمشابيس ايه حسين بالعالم ادريه شاطر حسين حنعمل خلطه بسلطنا ما مثيلش يا بلادي نظر عيني وزادي مسكنش داخل فؤادي مسكنش داخل فؤادي مهجتي يا روح على رواح يا يمان يا حلا صنع القديمة جنة النظر نعيمة من يزور الشي عظيمة من يزور الشي عظيمة يندهل من طيب الأرواح في
الجحيم جفا طول الدقا سهران اتقلب على الاشواق النوم مني طار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله أنا على عهدي وعهدك أنت أبو داري لا بفهم أسرارك ولا أنت تفهم أسراري أنا على عهدي وعهدك أنت أبو داري لا بفهم أسرارك ولا أنت تفهم أسراري الله نسيت حتى الود لي وبيننا قاري نسيت يا غدار قولوا نار بعدك يا حبيبي يا فايز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شو المقام هذا ما شاء الله لا هو مزيك ما من الصنعاني والدن الحضرمي بغيت ادور ركوز ما شاء الله والدن الحضرمي لا جدا رائع مرعب انت الله يخليك يا هذا والله لا خليه بفاجئك مرة شفته بسهره فما عم بعرف بدي اضربه باي شيء انا ايدك ما فاهم انا ما لقيت غير العلكه ما لقيت العلكه الحبات لقيت العلكه اللي هيك طويله فصرت لفها لفيتها وضربتها اول وحده فهو استغربني طلع هيك لك شو يعني مجنونه المره شو لا, لا 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 ما فهم شو الموضوع قلت ما فهم رجع غنى فرجعت لفيت العلكة فقلت له يطلع انه عم لف العلكة مش اضربه فيها بس بالورقة مو بدون يعني ورقة لفيتها ضربته فيها بس هلا عم دور لقيت كله بيأذي خفت اضربك بهي بيبي يعني لمجد ما شاء الله ما شاء الله الله يخليك ما شاء الله الله يخليك لا صراحة الفن اليوم فؤادي الله يخليك طبعا طبعا شو بتغني للاستاذ الاستاذ على قول اللبناني اكيد كلها غني الاستاذ هو العظيم العظيم هذا الأستاذ الكبير أبو نورة شو نغني شو نغني لأبو نورة شو جاي عبالك ولا تغني مصري نفسي اسمعك مصري شو بتغني مصري حلو يعني أنت يعني قولي لأشياء شعبية شو بتغني يا ريت شعبي يلا مرد ورا دولة مجانين شعبي لا لا درجة تمسخر كانت بغنيها رعبتي لا لا يعني بتقصد شعبي مصري ولا شعبي شعبي مصري ها ايوه كرد كرد الله في اغنيه طبعا انا بسمعها في الاوتوبيسين ايوه قول قول يا حسين يا ابن يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا الليل الدنيا زي المرجي حايم تحت فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت أيوة لفوق 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 برارام بام تيم برارا يا فايز القهوة فيه مش دنيا عافية ولا عز ومال الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلنا وقال الدنيا مش دنيا عافية ولا عز ومال
مش قلنا وقال لو عجبك كورك بتكمل وتقول يا سلام وإن خانك قدرك تتمنى لو روحك فوق وأنا ماشي بتمرجح فيها من تحت يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يلا يا صالة ليلي يا 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 ليلي بس لازم تقفل اسمك اخر شيء لانه هو بيقول يا فؤاد يا فؤاد يا فؤاد يا مجرم انا سمعتك مره في الاوتوبيسات من غير اسم يا مجرم لا عليك المصري بيطلع معك انا تحريتك راح تقول لي بتاعت يا دول هاي اللي جتي بالي انت مجرم يا الله عشان اللي عندي تعشت كم سكر جميله جميله كثير كثير سكر واحد واحد يكون افضل ايه اسمه بوسي ها انت احسن منه شو ايه حلو لفهات حلوه حفصيه غنينا مقطع نروح هنا في مصر يعني كثير حفصيه الله يخليك اه يا دنيا من وين يا اولاد الله يخليك اه يا دنيا اه يا دنيا ماشي بعد شوي بغني لكم غنية حافظتها فكرت رفقاتي حافظينا لا 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 يا بيت شيطان بس فظيعة هي بنت جديدة طالعة شعبية رائعة اي شو اسمها هي لوسي بيسوها بوسي بوسي الله في الرحلة الله في الرحلة انتي الاساس الاساسي اماراتية صح لا الاساس بيور مصري اساس الدم مصري والله بس يعني شكلك مخلطة يعني امك ولا ابوك لا نحن كلنا مصريين وحاصلين الحمد لله جنسية الامارات كانت وسام على صدري وفخر من سيدي الله يرحمه اسمه الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه الجنة فهاي وسام على صدري افاخر واباهي الناس فيه كلها يعني الحمد لله اي اكيد ما الطفك انت على الاصل المصريين نعم اوكي انا قلت هيك عندكم خلطه اي يعني خطر لي انه ابوك لا كنا كنا سافر له شيء برا لا لا كنا جوز له اجنباويه لا ما يقدر في قبايل في قبايل يعني شكله الوالد هيك جوز اجنباويه بس طلعوا لا يعني مع انه في بال في بالامارات مكان وين اللي بيكونوا يعني كثير قراب هيك من الاجانب وبسعوديه بسعوديه في منطقه كثير فيها بنات هيك مثل البيض يعني اللي مثل الاجانب عندنا باليمن لا لا اليمن في في العرق التركي مو اليمن السعودية في العرق التركي ايوه الهندي ايوه موجود في منطقة اب عندنا البنات شعرهم اشقر وعيونهم خضراء الله المنطقة كاملة معروف على طول اول ما اشوفها نعرف انها ابية ابية من منطقة اب الجمال ابي جمال أيوة عطار الهند أيوة على عطار الهند اي هند غني لنا هندي غني هندي انت اول حلوة يلا بيبي لا تكلموا كل شيء يعني انا عارفه بلقيس نارا 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 دنيا هاكي بوتي بوتي دنيا بوتي 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 الله من هنا
لي نمستي خلاص حسك تقول لي روح راعي لي وباقي لك انا مليت وما عاد فيش معي قلبي فاضي لك خلاص حسك تقول لي روح راعي لي وباقي لك انا مليت وما عاد فيش معي قلبي فاضي لك كفايه شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك برغم اني معك ضحيت وبعت الدنيا من شانك وعنك عمري ما استغنيت تجازيني بقرانك تجازيني بقرانك وعادك جيت تحسب عاد ان القلب فاضي لك عادك جيت تحسب عاد إن القلب فاضي لك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك بس سؤال يعني سؤال بس لأنه قاعدين بالبيت وما حدا سامعنا الناس حتتهبل فيك ولا لسه انهبلوا يعني الناس مجنونة بصوتك ولا لسه مجانين يعني لأنه مو ايش رايك كيف الله رحميني انت مو ممكن بليز رحميني الله يخليك طب اسكت شوفيني لا هاي شهادة صراحة يعني ولا شهادة ولا بس بس تركيني بحالي ما تخليني اعصب عليك بليز هذا الحين ما تعصبيني ما تعصبيني خليني اشرب شاي الله عليك ضايقني الله ايش السؤال بحالي ما شاء الله قوة الا بالله عيوني انت لا فظيع لا شكرا شكرا يا صالح والله قد قد شكرا والله خلاص اسكت اسكت يا ولد شوف لك غيري الله الله طب غنوا لنا مصري ما ادري ليه جاي على بالي ما بعرف كيف عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم ولا ام كلثوم عبد الحليم عظيم بس شو عبد الحليم مين على قد شو يلا حرد وراك عبد حليم ها عبد حليم انا سمعتها في نص مسن عبد حليم عبد عظيم عبد عالم عبد عالم كده بيقولوا لا زيك دلوقتي على طبقه على قد الشو لا على طبقه لا احنا مرد وراك لان
عرفتن هدول اللي كانوا بيطلعوا بالافلام زمان؟ ريشه بدنا بس ريشه. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك شغلوني ويا ما بتكلم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتكلم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار اوصف للناس الجنة وانا في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار اوصف للناس الجنة وانا في النار غالي عليك يا ضيعتني ارحم عذابي ما الليل سهرته والنوم يا ريته كحل عيني ترى 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 شباب الغالي ضيعته أنادي في الهوى اسمك وأملي لما صورته بأجمل صورة كان اسمك غالي علي شغلوني ويا ما بتقلم على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل يا جميل سلم يا معيوني عليك أسألوني ويا ما بتقلم على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل سلم يعني عبد الحليم حافظ نكهة يمنية الله صح صح بس ضابطة ضابطة لا ريمي غنيتي أغاني أطفال؟ لا والله بس شاركت في مناسبات كثيرة تخص الأطفال لكن لسه لحد ما غنيتي أطفال للأطفال أغاني أطفال لا لسه ما سويتها بس قاعدة أفكر في الموضوع بس الموضوع شوية مخيف يعني لأنه الطفل يا يحبك يا يكرهك زين ليش ما تغني نيتي الحبوبة أنا آها شوية نيتي الحبوبة أنا هاي تبع شو هاي أغنية غنتها حلا الترك مع حلا الصغيرة أصالة أنت مغنية في قصص الشو إيه أنا غنيت كثير لأنه أنا شو أحبك هذا كان من الكرتون أترياك اليوم لا عندي غنية لا هي غنيت لكم ياها لأنه بتعرفوها حرف الصاد مثل الضاد تكتب نقطته من فوق كان عامل ست سنين بتذكرها تصور والله العظيم حتى كنت قلت تكتب نكتته نكتته يقولوا لي نقطته ما بتطلع معي القاف لسه تكتب نكتته من فوق هذا تفتع أول حرف باسمه ضاد ماذا يصنع كان يهرول قرب الدفة أبصر تمساحا يتوجع أوه هندرسي إلى آخره
عندي اغاني اللي غنيتها بيفتح يا سمسم ما بنساها يعني منا بعد الاحرف غنيت كل الاحرف افتح يا سمسم غنيت كل الاحرف اي صف ثاني قبل قبل البترول هلا انت غنيت يا بيب لا والله فايز فايز اسمه قد عدنان ولينا يعني متعه اغاني الفنيه وانت وصغيره للاطفال كثير متعه شرح وما بتقدري تنسيهم صح يعني وكان زمان كل المنى نامل ان سنلتقي في حلقة جديدة هذا أي وقصة مفيدة خلاص هي البلاد العجل جو لا حكايات عالمية حكايات عالمية تنتهي يسودها الجو النقي يا تاني قول أنا وياك فإن سررتم معنا نأمل أن سنلتقي في حلقة جديدة وقصة مفيدة في حلقة جديدة وقصة مفيدة يسودها الجو النقي الله في غنية من هون بتفوف تيارا 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 ليه من غير المقام غيروا يلا غير انت روح قلبك تنطوي تضل غني على اللي قرب بليز شفتي نفس الشعور اللي توي انا مستو بالضبط اقبرني انا اسف كثير كثير فيوزي انا بعتذر ليه ضايقتك قبل شوي غني يا بليز مش عايزه اغني عليك طيب سامحتك او اكثر غنيها انت وبيكي وانا بقول معكم يلا بيبيتي يلا بيكي تاري راري رارارا علي قرا علي قرا بابا لا عطيه شو الطبعة بيب لا 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 عاد عاد غني كورد ماجير ولا لا انتو لازم تغني انا هكون دخيل لا لا. عليكم بس قول قول هي من وين تنقال هي من وين العالية او نقول اكتر او نقول سمحتك او سمحتك سمحتك يلا. حلوة قول قول سمحتك يلا انت وبيكي انتي شو جاب عليك شو ما بدك لا انتي علي قرا يلا يلا قولوا انا I'm not afraid.
تغربينا احنا متغربين تجري السنين متغربين احنا متغربين تجري السنين الاخت هاي ايوه واعطي هاي لبكي يلا حلو حسيت نفسي بامريكا اللاتينيه يلا قول شيء لغني لك فيها خدي بيبي هاي شو سوي فيها طلعي يعني فيها ايقاع بس حاولي يعني حاولي يكون مضبوط يعني الاشياء دي مصريه يعني لا هذول اختي جابت لي اياهم من بلاد برا بس شكلهم افريقي هاي صح لا مو افريقي هلا بقول لك من وين يا بيبي مكان بامريكا جزيره شفت قلت لك امريكا اللاتينيه لا مو المكسيك مين قال المكسيك لازم امريكا اللاتينيه مو المكسيك اورغواي لا 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 لانه عندي بعدين هلا بنتذكر مو ضروري لا لانه عليا بعد يوم مسافر كيف هالسوالف طنبوره انا مبتأز باليمن مبتأز باليمن جبل صبر في باليمن هدول الاشياء في شجر لا لا هاي الاشياء اكثر شيء اسالة هاي الاشياء اكثر شيء في افريقيا لان رانيا اختي لما تسافر تحب تلملم هالاشياء الدرمز مالهم على لا بس مو هاي مو هاي اللي نفس يعني وايد تحب هالاشياء اي عندهم اشياء شكر الله دينا كورد الله شو بدك تقول يلا نقول رعاك الله الله بس ريمي بتعرفي طلع الايقاع بالضبط بس والله في معنى ايوه شو حتقول بيب؟ نمبر 6 هذا مزمار مزمار ولا لا؟ رعاك الله رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر الباب تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحرف فكري تغير حالي المنهى طيوف الحب لأفضل حال تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري تغير حالي المنهى طيوف الحب لأفضل حال بعدي عن الدنيا وما فيها ولي عذري أنا العين
عشق عشق الشمس والقمرة غمى وأمل أنا المغرم وبازان الغرام يهب في صدري أنا الماضي وأنا الحاضر وأنا مستقبل الأجيال أنا اللي في يديني نابة الأيام من بدري وعد الله يا ذكرى ليالي اللي تمر الباب تذكرني سعادة يوم أغمض وبحر بذكري تغير حالي المنى طيوف الحب لأفضل حال بعدني عهد الدنيا وما فيها يلا سمعني صدق عاشق عاشق والفايض وراس المال أنا الأفكار والأسرار والفلفل خضى سري بعيد هنا ما ينشاف ونشافه ما ينطق أعيشه بين وبيني وكل الناس ما تدري أنا الأفراح والأرباح والفايض وراس المال أنا الأفكار والأسرار وادفن في القضاء سري بعيد هنا ما ينشاف ونشافه ما ينضال عيشه بيني وبيني وكل الناس ما تدري أصابر وأتصبر وأرضى حروفه حكم وامتنى ومهما راحت الدنيا فهلها ما لفاق صبري رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وابحر بفكري رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وبحر الذكري تغير حالي المنهى طيوف الحب لأفضل حال بعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري الله برافو 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 فايز انا دائما اقول عليه في معك اغاني انا لو سمعتها بعد 15 سنه حسمعها بنفس الاحساس اللي انا وما راح تمل ايوه ايوه في الاغنيه وفي اغنيه مغاء اللي اسمي اسمها الاولى اللي قبل ابشرك ابشرك هذه اسمها اعشقها ابشرك انا اموت فيها ممكن تعمل لي ذات اللحن على غير كلام ابشري والله ذات اللحن بيبي بيوافق حسين؟ يعني نفسي طيب بيوافق حسين؟ يا الله شو بيوافق؟ أكيد بحسها أغنية قلبي مبروك عليك الله شو حلوة يعني مش عارفة لو إنه منطقي ما هو يلا بيضحك علي يمكن يكون طلباتي أساس طلباتي مو منطقية خلينا نقول شيء لأصالة ليلة الكرامة أنا كل غنية فيها شموخ أعشقها أصالة لكم صوت طيب. يلا يا بيبيتي بس نشوف وين أبشرك تماني بس لألكم لألكم موضوع موضوع كل موضوع فيه كرامة أعشقه من حقك نموت لكن ما تموت الكرامة هي حقيقة والله العظيم يعني الكرامة هي أعظم شيء بالتاريخ لا وشوفي لي قلب به جنة وبه ساحة إعدام كل نحطه وين نعرف مقامه هذا البيت خطير هذا رهيب الله رائع 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 بس أنا طبعا بموت على نموت لكن ما تموت الكرامة دري من وين الشاعر مين هزاع بن ناصر هزاع خيو لسعود اللي غنيتي له قريب أخوه الصغير والله أي والله
يا الله تخيلي الشاب الحباب اللطيف اللي اجى على الاستوديو مألطفه كان ايه تذكرته ليه الغرور شو شباب ليه الغرور لا لا بحب كثير حنان ليه الغرور والكبر ليه Oh,
يلا ابتدي يا بيبي. صبوح خطبها نصيب، خطبها نصيب، روان وابوها غلب وسر الليل العاشقين. صبوح خطبها نصيب، خطبها نصيب، رغبة انا وابوها غلب وسر الليل العاشقين. صبوح ابوها عني، ابوها عني، يبغاها لابن النصيب وسر الليل العاشقين. يلا صبوح خطبها نصيب، خطبها نصيب، رغبة انا وابوها تحب الحسب والنسب وسر الليل العاشقين. تتمنى تلاقي الحبيب، تلاقي الحبيب، من بعد النكد والتعب وسر الليل العاشقين. صبوحة تحب الصباح، تحب الصباح، بقت رضا بوزن وذهب وسر الليل العاشقين. الله وسر الليل العاشقين، سر الليل يا العاشقين، سر الليل العاشقين. صبوح خطبها نصيب، خطبها نصيب، رغبة أنا وأبوها غلب وسر الليل العاشقين. سر الليل يا العاشقين، سر الليل العاشقين، سر الليل، سر الليل ليش؟ جميلة، وايد أحبها. الله. أنا لا تعرف. هي غنيتك؟ لا هي أغنية قبل البترول. إحنا على فكرة ترى نعرف أغنية الفنانة عتاب. إيه. هي أغنية الفنانة عتاب. إيه الله يرحمها. أنا أول مرة. شكلها يمني. بس وايد. إيه شكلها كانت يمني. كثير حلوة. يمكن الدقة اللحن يعني يعتبر يمني. إيه رائعة رائعة. فايز بيقول قبل البترول. هنيم. تعالوا نغني الغنية اللي اتفقنا عليها تبع فيروز. شو كانت حبيتك؟ يلا يا حلوين ورجونا بقى عزماتكم. شوش كيف اصبعتك؟ كيف ايدك؟ كويسه؟ الله الله على القانون والقانون. الله الله على يلا. الله الله على البيانو والبيانو. الله الله على الجيتار والجيتار. الله الله على فيروزي يا هلا يا اخويا صوله يا اصوله فيوزي يا فيوز وحبيتك تنسيت النوم يا خوفي بتنساني حابسني برات النوم وتاركني سهراني. أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك 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 نسيت النوم hey. حبيتك حبيتك
ولا بقدر احكيك من دهلك خلف الطرقات خلف شبابيك بشتاقلك لا بقدر اشوفك ولا بقدر احكيك من دهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك جرب اني انسى وتسرق النسيان بفتكر بالي عندك بحري
يعني لازم شو ما كانت الظروف حتى لو عم غني مع كريستينا أغوليرا خليها تغني ريحة أراضينا لازم لازم الأغنية يعني بحس أهم شيء بتاريخ العالم وبحس إنه يا الله هلأ هلأ بس روح إن شاء الله يعني أركب السيارة وأمشي لوحدي بدي أبكي لأنه الأغنية يعني بتعمل شيء بمشاعري ما بعرف شو هو دكتور الظاهر اشتقنا لأراضينا مع إنه والله يعني انا بالنسبه لي كل البلاد اوطان احنا طولنا عليه شوي لا بالعكس شرف من جد طولنا لا بالعكس انبسطنا بس صراحه ضيافه من يعني انا والله اللي انبسطت كثير 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 فيكم كنت جايبت لكم رمان على اساس اقسم لكم خفت على التنوره تبقع افتحها تكون مرتبه تكون رمان والاخت لابسه ابيض وفوسفوري مرتب لا انا كان ممكن انا كان ممكن انا اللي اقشر فحاعطيكم وانتم رايحين كل واحد رماني نفس طلاب المدرسه لا مبسوط كثير 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 إن شاء الله يا ربي هيك الله يسعدك مع مرتك يا رب إن شاء الله يا رب وعيلتك الجديدة يجعل لك فيهم الخير يا رب العالمين وأنتي شرفتيني يا نور عيوني سلمي على أمك كثير وأنتي يا أمر بتجنني روحك رائعة كثير كثير انبسطت فيكي حبيبة قلبي أقبال إن شاء الله روحي حبيب. وفؤاد أنت الله يخليك يعني ما طايقتك ليه رائع الله يخليك رائع وكل خليك هيك أرجوك الله يخليك أنا طالعة معكم طالعة معكم رمانتي بعدين شكلك إننا مقعدينها تعالي أفضل رمانتي ما شاء الله قد والله أنتم ما شاء الله يا موهوبة الموهوبين فرصة سعيدة والله أحسنتم
يا انا يعطيكم العافيه. يعني انا فداكم يا العربيه العربيه. انت تتكلم عن جد عن هالموضوع؟ يلا والله بجنن. اشوفكم في اليمن ان شاء الله. فيوتي بدك بيب رماني؟ بدك رماني الاوتيل؟ هذه رمانه العمر. على فكره رمانه العمر شربي يا عمر امريكا كلها بس ايه طشطش عوي. الله خلاص صورة الكاريه. لا شرفتوني عن جد حبيبي. الله يسلمك. تعالوا ما بعرف شبابكم وقفتوا بالمطبخ ولزقتوا. تعالوا ما بتكون تروحوا على بيتكم.